خبطة الجرافطة اللي بسببها اتقابلت في الانترفيو. تعالوا نشوف. أول حاجة، الناحية العريضة بتبقى عند الإيد اليمين والناحية الرفيعة عند الإيد الشمال، كده اهو بالشكل ده. تكون الناحية الرفيعة عند الزرار التالت والرابع ما بينهم، عند آخر الصدر كده، منطقة الصدر. بنحط الناحية العريضة على الناحية الرفيعة بالشكل ده زي علامة الإكس كده، وبعدين نجيب الناحية العريضة من فتحة العنق عندنا من فوق ناحية اليمين أهو بالشكل ده كده، وبعدين نرجع نجيب الناحية العريضة من فوق الرابطة اللي احنا عملناها كده بالشكل ده، بحيث تبقى معمولة بالعرض كده على الرابطة. بعدين نجيبها من أسفل العنق وندخلها في قلب الرابطة الأخيرة اللي احنا لسه عاملينها بالشكل ده أهو، زي ما انتم شايفين كده. دي يا جماعة أسهل طريقة ممكن تربط بيها الجرافات، سواء بقى في الشارع في أي مكان مستعجل، مش هتاخد منك 3 ثواني على بعضه أهو. نبدأ نظبط الجرافطة، لازم يكون أسفل سن الجرافطة ملامس لطرف الحذاء عند آخر البطن بالظبط بالشكل ده. رقم 2 بقى، برضو بنحط الجرافطة وتكون عند الزرار التالت والرابع، وبعدين نحط اليمة العريضة من فوق اليمة الرفيعة علامة الإكس، ونرجع نجيبها من أسفل ربطة العنق يمة اليمين، أسفل ربطة العنق ناحية اليمين بالشكل ده كده. وبعدين نجيبها من تحت اليمة الرفيعة ونرجع تاني نطلعها من فوق ربطة العنق، يعني يمة اليمين بنحطها من تحت ربطة العنق، ومن عند الشمال بنحطها من فوق، بحيث يبقى في عقدتين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بعدين زي ما انتوا عارفين في الاخر بنجيب اليمة العريضة نداري بيها العقدتين اللي احنا عقدناهم دول بالشكل ده كده من فوقهم، بعدين نجيبها من اسفل العنق وندخلها في اخر فتحة احنا لسه عاملينها بالشكل ده كده اهو، زي ما انتوا ما شايفين كده. ربطة جميلة جدا وسيمبل، وربطة رسمية تنفع في أي مقابلة، ويكون في علمكم الربطة دي كانت سبب في قبولي في الانترفيو بسبب ربطة جرافطة. أيوة بسبب ربطة جرافطة. هنعلمكم ازاي تربط الجرافطة من غير ما تكون لابسها. بنحط اليمة العريضة دي كده، بنحطها على اليمة الرفيعة كده زي علامة الإكس بالشكل ده كده اهو. بعدين نجيب اليمة العريضة نجيبها من تحت اليمة الرفيعة بالشكل ده، يكون الشكل على حرف R زي ما انتم شايفين كده، حرف ال R. بعدين ندخلها من فوق ربطة العنق كده بالشكل ده اهو، ولسه محافظين على حرف الار اهو زي ما شايفين كده. نرجع بقى نطلعها فوق العقدة اللي احنا عقدناها كده بالعرض، بعدين ندخلها من اسفل فتحة العنق كده، بعدين ندخلها في اخر فتحة احنا عملناها، الخطوة الاخيرة بندخلها في اخر فتحة احنا عملناها عليها اهو. قدرنا نربط الجرافطة ربطة شيك جدا جدا ومن غير ما نكون لابسينها.